ابو ظبي استعدادا لخوض لقاء السوبر الهام يوم الجمعه القادم امام نادي الزمالك السوبر المصري طبعا في استاد هزاع بن زايد وبالتحديد في مدينه العين. خلال اكثر من ساعه من دلوقتي هنقعد نتابع مع حضراتكم كل التفاصيل وكل الكواليس اللي بتتعلق بسفر بعثه الفريق، وهنتكلم في كل الاخبار المهمه جدا اللي بتتعلق بالفرقه واخر كواليس الفرقه نفسها واستعداداتهم لهذه المباراه الهامه جدا في الحقيقه اللي بيحاول النادي الاهلي من خلالها انه يستكمل بدايته المميزه في الموسم ككل سواء على الصعيد الافريقي والتاهل لدور ال 16 دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا او حتى على الصعيد المحلي من خلال انتصارين حتى الان في اول جولتين في بطوله الدوري. لكن مهمه قوي هذه المباراه ويمكن لا حديث يعلو فوق الحديث عن مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك في السوبر. ان شاء الله الاهلي يكون موفق وباذن الله واحد احد تكون رحله سعيده بالنسبه للاهلي وجماهيره الغفيره اللي هتحضر في استاد هزاع بن زايد. خليني اقول لحضراتكم بعض الكواليس المهمه، يمكن في اللحظات دي بيتوافد لاعبو النادي الاهلي على مطار القاهره الدولي علشان الطياره بالظبط هتتحرك زي ما حضراتكم شايفين كده اللقطات دلوقتي. الطياره هتتحرك بالظبط في تمام الساعه الواحده و20 دقيقة بالظبط. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي للاعبي الاهلي في مطار القاهرة وبعد ما وصلوا للمطار استعدادا للسفر باذن الله للامارات. هيوصلوا ان شاء الله الساعة كام؟ يوصلوا الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت ابو ظبي. بعد ما هيوصلوا باذن الله تعالى هيتحركوا من خلال اتوبيسات خاصه بفرقه النادي الاهلي الى مدينه العين واللي بتبعد عن ابو ظبي حوالي 140 كيلو، يعني الرحله او المسافه هتستغرق حوالي بالظبط ساعه ونص او ساعتين. يوصلوا ان شاء الله الساعه 9:30 بالليل في مقر الاقامه الخاص بهم بمدينه العين الاماراتيه عشان من بكره باذن الله واحد احد الاهلي يعني يبتدي استعداداته من هناك، وهتكون استعدادات نهائيه على مدار يومين وتدريبين بالتحديد. ان شاء الله باذن الله يستعد من خلالهم الاهلي لهذه المباراه الهامه جدا قدام فريق كبير وفريق مميز زي فريق نادي الزمالك. وطبعا الاهلي ما شاء الله لا قوه الا بالله فايق في حالته، عندنا جهاز فني مميز جدا بقياده كولر، انطلاقه كانت مميزه جدا على مختلف الاصعده ويمكن معنويا الفريق جاهز. لكن انا بشوف ان المباريات دي مهمه جدا فيها العامل النفسي وازاي انت تقدر تتعامل ما قبل واثناء هذا اللقاء. طبعا يعني الناس كلها بتتكلم على بعض اللاعبين وغياب احد العناصر وربما طبعا لا يلحق ديانج او شبه مؤكد خلاص ديانج مش موجود او هو مش موجود حتى في البعثه مع الفريق، فبالتالي غياب ديانج اصبح امر مؤكد بسبب الاصابه في العضله الخلفيه. لكن في المقابل موجود طبعا محمد عبد المنعم اللي كان فيه شكوك حول لحقه بهذا اللقاء، لكن اللاعب موجود والامور بالنسبه له جيده. هننتظر بعد انتهاء هذا اللقاء الاجراءات اللي هتتعلق بمحمد عبد المنعم، لان بنسبه كبيره انا بقول لحضراتكم بنسبه كبيره ممكن يكون في جراحه لمحمد عبد المنعم في الانف، بس ده هيكون بعد مباراه السوبر باذن الله تعالى لو تم الاستقرار على هذا القرار في النهايه من قبل الجهاز الطبي. طبعا البعثه برئاسه الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وطبعا متواجد الاستاذ عمرو فاروق طبعا نائب رئيس النادي شفناه دلوقتي في لقطات، وبنحاول نعيش حضراتكم الاجواء لحظه بلحظه. لكن المؤكد ان المباراه صعبه اكيد، لكن هي في كل الاحوال بطوله، مباراه السوبر مهم جدا ان انت تحاول تبروز انطلاقتك من خلال الفوز ببطوله السوبر على حساب نادي الزمالك اللي هو اقوى منافس محلي ليك واكثر واكيد ايضا اكثر او اقوى منافس افريقي كمان بكل تاكيد. لكن انت اكيد برضو عندك امكانيات كبيره، عندك عناصر مميزه جدا من اللاعبين وعندك قائمه متكامله، حتى لو غياب ديانج ممكن يكون بيؤرق بعض الاهلاويه، لكن في كل الاحوال انت عندك عدد من العناصر المميزه جدا في هذا المركز بالتحديد وسط الملعب، سواء بتتكلم بقى على السولية بتتكلم على حمدي فتحي بتتكلم على اكرم توفيق لو لعب في المكان ده، رغم ان انا بشوف ان ممكن تكون صعبه الحته دي. عندك كوكا بالمناسبه، كوكا ورأفت خليل هينضموا او انضموا لبعثه النادي الاهلي المسافره للامارات لخوض هذا اللقاء بعد التنسيق مع المنتخب الاولمبي اللي عنده مباراه الاياب امام سواتيني في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه اللي هتؤهل باذن الله تعالى لاولمبياد باريس 2024. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. فعندك اكتر من عنصر يقدر يكون متواجد في وسط ملعب النادي الاهلي في حال غياب
ديانج، فما فيش قلق كبير، رغم طبعا ان خساره كبيره بالنسبه للنادي الاهلي غياب ديانج، لكن كل الثقه طبعا، كل الثقه في كل اللاعبين، وما فيش ولا واحد فيهم يقل عن اليو ديانج في الامكانيات ولا في المستوى ولا في القدرات الفنيه والبدنيه، ده امر مفروغ منه، بخلاف طبعا الجوانب الهجوميه، الجوانب الدفاعيه، الاستقرار الكبير جدا في تشكيل النادي الاهلي. وارد قوي، وارد قوي انك تشوف مفاجآت، يعني ممكن تلاقي مفاجآت في تشكيل النادي الاهلي، ممكن تلاقي مفاجآت في طريقه لعب النادي الاهلي في هذه المباراه. مفيش شيء مسلم بيه، او مفيش طريقه معينه انت تقدر تقول هو كولر هيلعب بالطريقه دي بالتشكيل ده، لا ما تقدرش تعمل كده. ليه؟ لان بالتحديد المباراه الاخيره شفنا ثلاث تبديلات عن المباراه اللي قبليها في التشكيل الاساسي، سواء على الصعيد الهجومي بالتحديد يعني. اتغير طاهر كان كده كده موقوف، لعب مكانه حسين الشحات، قفشه لعب مكان برونو سافيو، شادي مكان محمد شريف. هتتفاجئ، ممكن تلاقي حاجه تانية او شكل مختلف، ممكن تلاقي بيرسي تاو موجود، في يعني خيارات عده بالنسبه لكولر يقدر يتحرك فيها، وخصوصا في ظل يعني الاريحيه اللي بيتمتع بيها بخصوص القائمه اللي موجوده، وان كل اللاعبين يكادوا يكون متاحين بالنسبه لكولر في هذه المباراه. فبالتالي ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق. هل طاهر ممكن يبتدي هذه المباراه ولا لا؟ ممكن تاو هو اللي يبتدي، ممكن اي حاجه يعني، تتوقع اي حاجه، ما تقدرش تتوقع كولر بالذات يعني. لكن بدايته بصراحه مبشره جدا مع النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله تستكمل هذه البدايه الرائعه من خلال الفوز على الزمالك في السوبر، وبعديها هيكون عندنا مباراه يوم 2 نوفمبر امام فريق الداخليه في بطوله الدوري قبل التوقف. فاتمنى، اتمنى ان شاء الله باذن الله كواحد اهلاوي يعني، اتمنى ان الاهلي ان شاء الله باذن الله واحد احد يكسب الزمالك في الداخليه، تقفل المرحله دي خالص، وتبقى حققت كل المكاسب من هذه المرحله الهامه قبل فتره التوقف، وان شاء الله باذن الله الفريق يكون موفق يعني. طيب خلينا نقرب للصوره بشكل اكبر ونعرف اخر التفاصيل والكواليس، ونروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، واللي هيصاحب البعثه للامارات وبالتحديد مدينه العين بخصوص تغطيه كواليس هذه المباراه وهذه البطوله امام نادي الزمالك في السوبر، وهينقل لكم لحظه بلحظه كل الكواليس زي ما حضراتكم متعودين دايما من خلال شاشه قناه الاهلي. بس خلينا مبدئيا كده نعرف منه اخر الاخبار والكواليس في مطار القاهره الدولي قبل التحرك باذن الله تعالى. يا فاروق مساء الخير. كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وباذن الله يا امير يعني بنظره تفاؤل باذن الله يعني نرجع للقاهره باذن الله، والنادي الاهلي بطل لكاس السوبر بمشيئه الله ان شاء الله. اللي احنا لمسينه يا امير والله من يعني الجديه والتركيز اللي عند المدير الفني والطاقم المعاون وايضا اللاعبين، بتغني عن اي رساله عن اي حديث، الجميع مقدر قيمه هذه المباراه قبل ما تبقى للجماهير يا امير للعيبه نفسها. فدي نقطه مهمه جدا لمسناها، اللعيبه عندها تصميم انها تفرح جماهير النادي الاهلي، اللعيبه كلها يعني زي ما تقول كده يا امير بلغه الكوره، انت مستني هذه المباراه علشان تبقى يعني بدايه موسم باذن الله يكون مليء بالبطولات، وباذن الله تكون البدايه مع بطوله السوبر باذن الله يا امير. ان شاء الله باذن الله فاروق نفرح كلنا يوم الجمعه باذن الله واحد احد، وترجعوا لنا بكاس البطوله وفرحه جماهير النادي الاهلي وباداء يكون مميز ان شاء الله تعالى. لكن خليني اتكلم معاك بخصوص الاخبار اللي عندك، حطنا في الصوره وفي الاجواء كده في مطار القاهره الدولي، بدايه توافد اللاعبين للمطار، ايه اللي بيحصل دلوقتي، يعني مين موجود من اللاعبين، مين ممكن يكون غايب عن قائمه الفريق، فقول لنا بعض التفاصيل المهمه اللي ممكن تكون بتهم جماهير النادي الاهلي. يعني خليني اقول لك يا امير يعني قبل ما نتكلم على تفصيل المطار هنا، خلينا نتكلم ان الفريق خلاص يعني كان بعد مباراه اسوان كان الفريق ادى تدريب وحيد، ثم كانت اليوم طبعا توجه الى مطار القاهره باذن الله. من الامس يعني مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي خلاص كان قفل صفحه الدوري، بدا التحضير لمباراه الزمالك. طبعا ياسين المكاري محلل اداء النادي الاهلي طبعا كان يعني اخر مباراتين للنادي الزمالك سواء امام سموحه او سيراميكا او المباريات اللي لعبها الزمالك في الدور التمهيدي ودور ال 32 كلها موجوده. مستر مارسيل كولر بيتفرج على فريق الزمالك، بيعرف نقاط القوه والضعف، خاصه ان دي هتبقى اول مواجهه ما بين مستر مارسيل كولر وفيريرا المدير الفني للنادي الزمالك. هو عارف في اهميه هذه المباراه يا امير للمدير الفني وللنادي وللجماهير، هو عارف قيمه هذه المباراه والدربيات، لكن هو واحد من المدربين اللي بيحاول يفصل فصل تام ما بين كل مرحله
والتاني يعني وقت المباراه الافريقيه ما كانش اي حديث عن الدوري. بدا الدوري التركيز كله في المباراتين اللي الفريق خاضهم كانت امام الاسماعيلي طبعا واسوان، ثم بعد مباراه اسوان خلاص بدا التركيز كله على مباراه الزمالك. لما يعني لما اتكلم قال ان اللعيبه ما فيش ان اللعيبه هتبقى منشغله بمباراه عن الثانيه، كل مرحله بمرحلتها. النهارده مستر مارتن كولر اللاعبين طبعا الجميع توافد منذ الساعات الاولى على مطار القاهره، يعني تقدر تقول الساعه 11 صباحا بدا توافد اللاعبين على مطار القاهره. خليني اقول لك ان بالامس كان سبق البعثه في التوجه الى الامارات العربيه المتحده وتحديد ابو ظبي الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي طبعا لتنسيق وترتيب كافه الامور الخاصه بوصول بعثه فريق النادي الاهلي. النهارده طبعا موجود طبعا الدكتور محمد شوقي رئيس بعثه النادي الاهلي، معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره المساندين مؤذرين، الجميع بيساند وبيؤذر لاعبي النادي الاهلي. خليني برضو يا امير برضو عشان نقرب الصوره، مستر مارتن كولر قعداته وحديثه مع الكابتن تامي قمصان مع جيرالدو المدرب العام كريستيان اندويا الحديث عن هذه المباراه. ما بين وقت والتاني يا امير واحنا قاعدين في المطار بعض الفيديوهات بيطلعها بيتفرج على بعض الامور الخاصه، بيبدا طبعا انت عارف منظم جدا مستر مارتن كولر. برضه عايز اطمنك على اللعيبه طبعا خلاص تقدر تقول يعني جانج طبعا مش موجود معانا في هذه المباراه، وانضم يعني بديلا لديانج احمد نبيل كوكا لاعب المنتخب الاولمبي اللي انضم للنادي الاهلي اللي موجود معانا في هذه المباراه. بطمنك ايضا على كافه اللاعبين طبعا كابتن محمد الشناوي ايمن اشرف كافه اللاعبين واحاديثهم مع لاعبي النادي الاهلي عمرو السليه وحمدي فتحي. انت عارف ان في ثنائيات دايما يعني انت بتلاحظها طبعا تلاقي ثنائيات ايمن اشرف موجود يا فاروق صح؟ انت بتاكد على ايمن لان بصراحه في بعض القوائم اللي انتشرت كده يعني مش رسميه خالص ومش من النادي الاهلي لكن انتشرت على السوشيال ميديا امبارح ما كانش بيتضمنها اسم ايمن اشرف يعني. لا بالفعل يا امير ايمن اشرف موجود وده بقول لك يعني واحد من كباتن الفريق ياسر ابراهيم حسين الشحات علي لطفي محمد هاني يعني انا بسترسل لك اللاعبين طاهر محمد طاهر احمد نبيل كوكا شادي حسين السليه بركتاو مصطفى شوبير علي لطفي يعني بطمنك كافه اللعيبه موجوده يا امير ومحمد مجدي افشه الجميع زي ما انا بقول لك يعني في ثنائيات بتلاقيها يعني دايما في الاعداد تلاقي عمرو السليه دايما اقرب حد بيبقى قاعد معاه دايما هو حمدي فتحي او مصطفى شوبير علي معلول طبعا ومحمد شريف الجميع يا امير عارفين مباراه مهمه جدا. خلينا ناكد برضو على صعوبه المباراه مواجهه صعبه جدا طبعا طبعا لكن ان شاء الله ثقتنا في لعيبه النادي الاهلي برضه يا امير برضه عشان تبقى الصوره كامله للجماهير. طبعا من المقرر ان الفريق مش هيأدي اي تدريب النهارده طبعا انت عارف هيكون وصولنا الى ابو ظبي في تمام الساعه 7 الا ربع بتوقيت ابو ظبي 5 الا ربع بتوقيت القاهره. من المقرر ان هيكون اول تدريب للفريق غدا بمشيئه الله هيكون صباحا يعني جاري تحديد الميعاد مستر مارتن كولر لكن باكد لك انه هيبقى صباحا بمشيئه الله. تدريب واخر او التدريب يوم الخميس هيكون على ملعب او استاد هزاع بن زايد اللي هيستضيف احداث المباراه واللي نتمنى فيها ان شاء الله يا امير كل التوفيق لفريق النادي الاهلي بمشيئه الله. التوقيت بتاع تدريب الاهلي الرئيسي على ملعب هزاع بن زايد هل تم تحديده كتوقيت ولا لسه ما تمش التنسيق بخصوص الجزئيه دي خصوصا ان المباراه تعتبر بتاعت نادي الزمالك لكن في نفس الوقت نعرفه ان اكيد لما الفريق الضيف مثلا او الفريق اللي هو ما بيبقاش صاحب الملعب طبقا للتنظيم بتاع المباراه دي بيكون بيتمرن في التوقيت بتاع المباراه يعني المفروض الاهلي يتمرن الساعه 7 هل تم التنسيق بخصوص هذا الامر ولا لسه يا فاروق؟ لا خليني اقول لك يا امير ان ولا حتى الان يعني ما صدرش اي تصريح بشان التنسيق بهذا الامر في انه منتظر يعني نقول البعثه واكيد يعني وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ في الامارات قبل البعثه بيوم هو يعني كان لهذا الامر التنسيق لهذه الامور وايضا التنسيق للملعب اللي هيتمرن عليه فريق النادي الاهلي لكن ان شاء الله مع يعني تقدر تقول مع وصول البعثه يكون تم طبعا في المؤتمر او يعني الجلسه التنسيقيه سواء لتدريب النادي الاهلي او تدريب نادي الزمالك جاري تحديدها طبعا. برضه يا امير عايز اكد على يعني الجهود المبذوله من دوله الامارات العربيه المتحده ودي نقطه مهمه جدا يعني استقبالهم واستضافتهم لمباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك ده بيدل على عمق العلاقه
اللي بتربط ما اكيد بين العلاقه مميزه جدا بصراحه يا فاروق، طبعا يعني بالظبط. ما بين المصريين والشعب الاماراتي الشقيق، ودايما بيبقى فيه تنظيم اكثر من رائع. احنا دلوقتي واحنا بنتكلم معاك معانا لقطات لاستاد هزاع بن زايد، اللي يعني في ذكريات سعيده كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وهي مباراه السوبر بالمناسبه اللي كانت في 2015 على ما اتذكر، والاهلي فاز فيها بنتيجه 3-2. كان كابتن عبد العزيز عبد الشافي هو المدير الفني للنادي الاهلي، وكان ساعتها فيريرا هو المدير الفني لنادي الزمالك. يعني حتى يعني مع برضه اللقطات اهي للمباراه. اتفضل يا بالظبط فاروق. يا امير، خليني اقول لك برضه نقطه من النقاط المهمه، لانك انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، ان يعني مباراه الاهلي والزمالك اللي في 2015 اللي كانت اقيمت على يعني على هذا الملعب اللي كانت انتهت بفوز النادي الاهلي 3-2. خليني اقول لك ان الامارات بتستضيف البطوله للمره الخامسه، يعني المرتين منهم اللي توج بيهم النادي الاهلي المرتين كانوا على استاد هزاع بن زايد، بالظبط سواء اللي كانت امام نادي الزمالك او اللي امام نادي المصري اللي المصري. كانت انتهت بهدف وليد ازارو. اتمنى ان شاء الله ان يعني النقطه برضو المهمه امير من النقاط المهمه على جماهير النادي الاهلي اللي يعني من المنتظر او بتنتظر وصول البعثه. خليني اكد لك ان الحضور الجماهيري ليس هيبقى مش المصريين المقيمين فقط في الامارات العربيه المتحده، ولكن بدا توافد الجماهير النادي الاهلي من الدول المحيطه، سواء من السعوديه، من الكويت، من قطر، من البحرين، من عمان، من جميع الدول المحيطه بالامارات لمسانده ومؤازره النادي الاهلي، ايضا الى جانب بعض الجماهير اللي هتيجي من مصر الحريصه انها تساند وتؤازر النادي الاهلي. نتمنى امير طبعا جماهير، انت عارف دايما جماهير النادي الاهلي بترسم ملحمه، أكيد إن نتمنى باذن الله ان المباراه تخرج في اطار من الروح الرياضيه ما بين شاء الله. طبعا إن الفريقين شاء الله بإذن الله. وما بين الجمهورين، طبعا نقل الصوره الجميله للشعب المصري والرياضه المصريه، وطبعا كل التوفيق نتمناه طبعا لفريق النادي الاهلي باذن الله. امير اخيرا يا فاروق، عشان ما اعطلكش، عشان عارف ان انت بتخلص اجراءات السفر، عايز اعرف بالظبط وتوصف لي الحاله المعنويه بالنسبه للاعبين في مطار القاهره اول ما شفتهم قبل السفر في هذه الرحله الهامه. يعني اقدر اقول لك يا امير اهميه المباراه وقيمه المباراه للعيبه قبل الجمهور هي اللي بتلخص الكلام، يعني بتلخص كتير من جدا بالنسبه للاعبين. في تركيز، في لعيبه مستنيه يعني توصلك بلغه الكوره مستنيه هذه المباراه، في لعيبه بتتمنى المباراه النهارده قبل بكره، في عارف اهميه مباراه الاهلي والزمالك انها واحده من المباريات اللي بتعلق مع الجمهور، وانها كمان يا امير مرتبطه بمباراه ببطوله، اعتقد بتدي مزيد من الاهميه من التركيز. اللعيبه الانتصارين اللي حققهم النادي الاهلي في الدوري وايضا اللي تعمل الملف الافريقي والصعود الى دوري المجموعات، مدي مزيد من الثقه والقناعه الفنيه ما بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني. مستر مارسيل كولر بيصد في اللعيبه، قال لك انا بثق في اي 11 لاعب، كل اللعيبه جاهزين في اي وقت، ودي الامور اللي يعني الحوافز اللي عند اللعيبه، بيخلق حافز للعيبه بالتكليف بالبطوله، الحافز موجود عند اللعيبه بيتلاقى مع الحافز اللي موجود عند الجهاز الفني. نتمنى ان شاء الله امير ان هو يترجم على ارض الواقع باذن الله، وتكون لعيبه النادي الاهلي في يومها ومعانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله في هذه المباراه، ونتوج بالبطوله بمشيئه الله. امير ان شاء الله يا فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا، وتروحوا ترجعوا بالف سلامه، ويكون معاكم البطوله باذن الله تعالى عشان جمهور الاهلي كله يفرح، وتكون بدايه تعويض جمهور الاهلي على الاخفاقات اللي كانت موجوده او عدم التوفيق اللي ما كانش محالف الفرقه في الموسم الماضي في مختلف البطولات. بنشكرك يا فاروق شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح من رئيس القاعات الاهلي كان معانا من مطار القاهره، قال لنا تفاصيل كتير جدا قبل دقائق من سفر بعثه الفريق للإمارات بالتحديد أبو ظبي، قبل الوصول كمان لمدينة العين اللي هيكون مكان أو هتكون مكان لقاء الأهلي والزمالك في السوبر. إن شاء الله الأهلي يكون موفق. طيب خليني أروح لفاصل، بعد الفاصل هينورني ويشرفني اتنين من ضيوفنا الكبار، طبعا الكابتن ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق ومنتخبنا الوطني والنجم الكبير جدا والاسم الكبير جدا في الكره المصريه هيكون معانا، وايضا الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري، وهنتكلم عن رؤى مختلفه لهذه المباراه، سواء رؤى صحفيه او حتى رؤى فنيه لاداء الاهلي والزمالك خلال المرحله الماضيه والمعطيات ما قبل مباراه السوبر باذن الله يوم الجمعه بعد فاصل استثمار.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه في هذه التغطيه الخاصه لكواليس سفر بعثه النادي الاهلي لابو ظبي استعدادا لخوض لقاء السوبر يوم الجمعه المقبل امام نادي الزمالك. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. خليني ارحب بضيوفي الاعزاء واللي بيشرفونا دلوقتي من خلال هذه التغطيه، طبعا الكابتن الكبير كابتن ماهر همام. يا كابتن ماهر مشرفنا ومنورنا. اهلا امير، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ ربنا يكرمك. كله تمام؟ كله تمام يا حبيبي. ايضا بيشرفنا وينورنا الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري. يا استاذ جمال اهلا بيك. ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ سعيد بوجودي معاك ومع كابتن ماهر. يعني احنا منورنا ومشرفنا. يعني انا بتابع بس دايما تحليلاته متزنه وعاقله. طبعا طبعا. زي ما كان، زي ما كان لاعب. لا وابن مخلص من ابناء النادي الاهلي. لا دي ما ابن مخلص من ابناء النادي الاهلي. ولا حرج عن اخلاق الكابتن ماهر يعني. فعلا. ودي مهمه جدا في الحياه. هي الرياضه يا بيه، هي اساسها كده. يعني هي اساسها الاحترام. جاهزين للسوبر ولا ايه؟ جاهزين ان شاء الله. ان شاء الله. خليني بس قبل ما استفيض في الحديث عن هذه المباراه وكواليس السفر بتاع الفريق، خلينا نشكر طبعا ذوي الهمم بابو ظبي اللي يمكن هم اللي عملوا الكليب اللي اتعرض من شويه خصيصا للنادي الاهلي، وحاجه جميله جدا جدا، ويعني كليب اكثر من رائع ونوع من انواع الدعم للنادي الاهلي. واضح جدا انكم كلهم اهلاويه ومنتظرين وصول النادي الاهلي بفارغ الصبر. ان شاء الله الاهلي يوصل بالسلامه ويكون موفق في هذه المباراه. واكيد كل التحيه لمجلس ابو ظبي اللي يعني مهتم جدا بهذا اللقاء، واللي يعني ذلل كل العقبات اللي بتتعلق بتنظيم هذا اللقاء بشكل مميز كالعاده، زي ما احنا متعودين واحنا بنلعب مباريات السوبر المصري هناك في الامارات بشكل عام، سواء في مدينه ابو ظبي او في مدينه العين من خلال استاد محمد بن زايد في ابو ظبي، او حتى استاد هزاع بن زايد اللي هيقام عليه هذا اللقاء في مدينه العين الاماراتيه. طيب كابتن ماهر، كيف ترى هذه المباراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طبعا بنحيي دوله الامارات حكومه وشعب على استضافه السوبر الاهلي والزمالك، واحنا كان لينا يعني جولات في ابو ظبي بشكل كبير جدا. عايز اقول ان الجاليه المصريه اذا كانت اهلاويه او زملكاويه بيستمتعوا بشكل كبير جدا في لقاء القمه. شفنا التنظيم الجماهير اللي على اعلى مستوى امير، الأسرة المصرية، الراجل وزوجته وأولاده، حاجة جميل، حاجة تفرح. تشجيع، انضباط، دخول بانتظام، يعني بيأكدوا فعلا الشعب المصري ده شعب راقي. كمان البنية التحتية والبنية الأساسية، الاستاد والأرضية والأجواء الإماراتية كمان بتساعد بشكل كبير جدا على نجاح السوبر أو قمة الأهلي والزمالك. كمان شعار البطولة دي انا في رايي شعار الفير بلاي، لعب نظيف بصراحه يعني. فاحنا بنسيب سمعه كبيره جدا في لقاءات السوبر في ابو ظبي باللعب النظيف واللعب الجميل واللعب المحترم، واللعيبه الفرقتين كمان بيادوا اداء متميز بصراحه من الناحيه البدنيه والفنيه والخططيه. وفي الاول والاخر اللي بيكسب بنقول له مبروك، واللي بيخسر بنقول له هارد لك. اكيد. لكن انا شايف المره دي طبعا هتختلف عن المرات السابقه يمكن يا امير يا كابتن جمال. ان الاثنين المدربين اللي موجودين يعني خبرات كبيره جدا. واحنا الحمد لله كمان ربنا كرمنا مستر كولر، الراجل المدير الفني مبشر. مبشر وانا شايف ان رجل للمرحله دي. وان الراجل اول ما يعني وقع الاختيار عليه، الراجل فعلا يا امير بيشتغل ما بيسيبش حاجه يا كابتن جمال. صح. بصراحه يعني. صح. وراجل منضبط، وكمان الراجل العامل النفسي الجميل اللي هو قدر يزرعه فيه لعيبه النادي الاهلي، الابتسامه اللي موجوده على لعيبه النادي الاهلي بتبعت رسائل كده ان احنا قادمين، ان احنا ان شاء الله باذن الله موجودين. في صوره كمان جميله جدا، الراجل راكب الباص واللعيبه موجوده معاه، عامل زي القبطان بتاع السفينه اللي ان شاء الله باذن الله. هو عنده روح دعابه شويه بس هو يعني بيقدر يوظف التوقيتات، يعني امتى اهزر، امتى اشتغل بجد، امتى اركز في الهزار، وقت الهزار والجد، وقت امتى ادي رياكشن مهم جدا قبل مباراه. بس خلي بالك الجديه مش معناها التجهم والغضب، انت تفضل مكشر. لا بالعكس، ده هو الراجل حتى من اول انطباع سابه مع وسائل الاعلام المصريه لما كانوا بيصوروه في الاستاد التتش، لما جري منهم وجري وراه وهم بيصوروه بتاع، يعني هو بيدي انطباع ان هو اولا احنا جايين نلعب كوره، مش جايين في مهمات حربيه ولا يعني الامور ابسط من كده. واعتقد انه هذا الاحساس برضو يا كابتن ماهر اتنقل للعيبه. ايوه بقى في حاله من حتى اللاعب اللي ما بيشتركش
بتحس ان هو يعني مش متنشن يعني مش متوتر. ليه؟ لانه هو عارف انه هياخد فرصته في الوقت المناسب. يعني بنشوف حتى اللعيبة الاساسيين وهم قاعدين على دكة البدلاء مش زعلانين او على الاقل مش متضايقين قوي لدرجة ان هم يعني في اعتراض على القرارات. يعني قاعدين برضا كامل. وان هو الراجل حط مبدأ كابتن ماهر امير انه الاجود او الافضل هو في التمرين والاكثر اجادة والاكثر جدية هو اللي هيبقى موجود في التشكيل. وده شيء مهم جدا لما يبقى فيه معيار بيطبق على الجميع. يعني خد بالك يا امير مرضى كابتن جمال معروف وعرف الكوره اللي بيحب الراجل 11 بيلعبه واللي ما بيلعبش بيبقى مزمزق لكن شخصيه الراجل واقناع الراجل وشغل الراجل صح حبب المجموعه كلها. هي دي نقطه برضو مهمه. اكبر دليل لما بيجيب جول بالظبط فرج يا امير اللي على الدكه واللي بره الجانب الاداري والطبي والجهاز الفني. لا هو في نقطه كمان يا كابتن ماهر اكبر دليل هي حته اهتمامه بكل اللاعبين كانت باينه قوي في موضوع كريم فؤاد مثلا لما نزل الماتش بتاع الاسماعيلي رغم ان هو كان بعيد اول ماتشين نزل ماتش الاسماعيلي شاف شيء ايجابي من كريم في التدريبات فبالتالي هو راجل عادل يقدر يختار التدريبات. الناس كلها على فكره الناس كلها وانا منهم اول ما ادى القرار ان كريم ينزل كلنا استغربنا يعني مش هنخبي بالظبط طبعا لكن تشاء الظروف وبرضو عشان تؤكد حسن الاختيار لان هو كريم لعيب كويس طبعا بس طبعاً. توظيفه في اي مكان يراه المدرب هو ده النقطه. فسبحان الله يعني يكون الهدف من تمريره هو لعبها وفي برضو هو لما نشوف يعني اي لعيب كويس الفرق بينه وبين اللعيب الاقل اللي هو تمسكه بالفرصه اللي تجيله بالظبط اللي هي الدخول بحماس وشراسه وشراسه ان اللعبه دي كانت ممكن تضيع طبعا. يعني لو هو واخدها ببساطه الامور ايه يعني يا عم كوره وعدت لا ده فضل وراها لغايه ما استخلص الكوره ورجع بيها ولعبها في المكان المناسب جدا عشان يجي منها الهدف. فده شيء برضو جميل يعني انه هو اعاد اكتشاف برضو بعض اللعيبه. يعني محمود متولي طبعا الموسم اللي فات طبعًا. مش موجود النهارده من ساعه ما جه هو مش موجود اصابات متتاليه النهارده بقى راجل اساسي وانا لمست بصراحه يعني تغيير يعني محمود لما كان بيشترك في بعض الماتشات اداؤه ما كانش كده كان يعني مهزوز شويه. انا شايف ان هو مع هذا المدرب واخد ثقة وعارف واجبات مركزه ايه متحفظ ودي حاجه كويسه هو بينفذ. دي ميزه الهيد كوتش برده كمير كابتن جمال طبعًا. اللي احنا كنا محتاجينها الهيد كوتش اللي عنده بعد نظر عنده رؤيه فنيه ويقدر يشكل لنا يعني النهارده امير كريم بيلعب باك رايت وهاف ديفندر خلاص لكن عشان يلعب جناح في الحته دي شوف الراجل برضك وفكره ومن خلال التدريبات شاف ان عنده امكانيات السرعه والمهاره والاختراق وبعدين قلبه جامد وبيقدر يخش وبيقدر يجيب جوال حتى وصل لقطات الناس تتصور معاه بالموبايلات عنده ابتسامه جميله يا امير ابتسامه جميله مبشره بصراحه. هي الروح دي بتبقى يعني مطلوبه بالمناسبه التنشنه طول الوقت ما تبقاش حاجه ايجابيه يعني لابعد حد يعني لكن كلها امور جيده وان شاء الله باذن الله مبشره وباذن الله واحد احد زي ما بنقول كده الانطلاقه بتاعت النادي الاهلي المميزه على الصعيد الافريقي والمحلي تتبروز ببطوله السوبر باذن الله واحد احد في هذه المباراه. مهمه طبعا جدا في بدايه الموسم يعني بصراحه في المؤتمر الصحفي قال لك الناس كلها الفريقين سواء الاهلي او الزمالك محتاجين جدا لهذه البطوله لان هي بدايه الموسم فلما تبدا الموسم ببطوله من مباراه واحده برضو هي مش زي الدوري يعني مش ماراثون صح ده هي بطوله 90 دقيقه بس تفرق نفسيا ومعنويا تفرق معانا يا كابتن جمال لا تفرق أوي جدا أوي احنا طبعًا بالنسبه لنا طبعا لو الاهلي محتاج اكتر من الزمالك الاهلي طبعا محتاج اكتر من الزمالك باذن الله تعالى. طيب استاذ جمال يعني عايز اسالك عن معطيات ما قبل هذا اللقاء هل في اي مؤشرات سواء ايجابيه او سلبيه تدي او ترجح كفه فريق عن الاخر قبل مباراه الجمعه؟ بص اي مره بنتسال فيها عن لقاء الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي باعتبار انه المباراه كده يعني ما تقدرش ابدا تتوقع انا مش بس اتوقع بتكلم عن المعطيات بتاعت هو المعطيات
كل فريق منهم عنده الدوافع بتاعته وعنده الادوات والاسلحه اللي هو يلعب بيها. صح. وعنده انا من وجهه نظري رغم انه البعض بيرى ان الزمالك اعلى معنويا وكذا وده حقيقي فعلا انما بالعكس يعني انا بشوف ان ده ممكن اللي هو الاقل حماسا او الاقل معنويا ممكن جدا يبقى اكثر حرصا على انه هو يتمسك بالفرص اللي بتجيله. صح. والمعطيات انا بقول ان كل فريق من الفريقين عنده المعطيات بتاعته وعنده الدوافع بتاعته. اللي هيفرق بقى فيها جدا انه مباريات الاهلي والزمالك دائما بتتغير في التفاصيل الصغيره على مدار مدار المباراه. يعني ممكن جدا ودايما بنلاقيها مفيش فريق بيفضل راكب الجيم لغايه اخره من الاول للاخر. فالمهم ان وانت مش راكب الجيم ازاي ما تقعش. صح. لان الفريق الاخر بيحاول ان هو مثلا لو متاخر بهدف بيحاول ان هو يعوض. يعني احنا شفنا مباراه الدور الاول 5-3 سيناريو بتاعها سيناريو مجنون. المباراه الثانيه اللي هي 2-2 سيناريو مجنون بس سيناريو حته برضه. التعويض كانت صعبه جدا يا استاذ جمال في التوقيت ده يعني لولا المصطلحات اللي كنا نسمعها ساعتها يمكن تكون ساهمت بشكل او باخر بخصوص يعني رجوع نادي الزمالك في اللقاء. لكن عندي اكتر من تفصيله مهمه وخصوصا بالتحديد فيما يتعلق بطاقم تحكيم هذه المباراه وهو طاقم تحكيم اجنبي كالعاده ويمكن ده افضل عشان يعني نخلص من الاعتبارات اللي بنشوفها خلال اول اسبوعين في بطوله الدوري من خلال التحكيم المصري. بعد الفصل هتكلم بتفاصيل اكتر في الجزئيه دي وكمان عن كواليس رحله الفريق وكمان عن الجوانب الفنيه والغيابات الموجوده في الاهلي والزمالك. استنونا بعد الفصل. أغنية حلوة بصراحة كترحيب لما قبل هذا اللقاء الهام جدا ما بين الأهلي والزمالك وكل التحية لأولاد زايد كمان وأكيد مدينة العين الإماراتية اللي هتستضيف هذه المباراة اللي دايما بتبقى وش الخير عن النادي الأهلي في حدثين كانوا مهمين جدا سواء الفوز على الزمالك في السوبر بنتيجة 3-2 وأيضا فوز على المصري بنتيجة 1-0 بهدف وليد أزارو لو تفتكروا في هذا التوقيت. إن شاء الله بإذن الله يكون اللقب الثالث في نفس الملعب بالنسبة للنادي الأهلي هو لقب السوبر المصري على حساب نادي الزمالك في هذه المباراة. كابتن ماهر اللي بيتقال للعيبة احنا كنا بنتكلم في الفاصل دلوقتي اللي بيتقال للعيبة قبل مباريات مهمة زي دي أهلي وزمالك بالتحديد سواء بقى كانت مباريات دوري أو حتى مباريات بطولة اكيد حضرتك كنت لعيب ولعبت مباريات اهلي وزمالك كتير يعني. بص امير انا عشت الاجواء دي وانا لاعب وكان مباراه القمه بالذات اهلي وزمالك يعني مرحوم الكابتن صالح سليم وانا لاعب كان بيحضر قبل المباراه ويجتمع بينا الاجتماع ما بيزيدش عن 10 دقايق تمام وكان كل الكلام اللي بيتقال ان انا عايز المباراه دي يبقى يتلعب فيها الفير بلاي يتلعب فيها اللعب النظيف اعمل اللي عليك اجتهد العب لعبك التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى خليك في نفسك خليك في نفسك في شغلك انت مالكش دعوه بالثلاث حكام مالكش دعوه بالثلاث حكام اعتبر الثلاث حكام دول ضدك مع ال 11 لعيب يبقى انت بتلعب ضد 15 لعيب في هذه المباراه او 14 لعيب ضد هذه المباراه. النقطه الثانيه اللي هيخرج عن النظام هزعل منه يعني العب لعبك مالكش دعوه لكن عشان تخرج عن النظام ده في حد ذاته هيبقى يعني عقوبته طبعا حسب اللائحه وانا عندي ثقه في الله وثقه فيكم بشكل كبير جدا في ادائكم اللي انتوا بتلعبوا الكره الحلوه اللي انتوا بتلعبوها حاجات بتدي لك ثقه انك انت وانت نازل يعني في طمانينه ان الراجل المسؤول عنده ثقه دفعه يعني بالظبط دوافع من ضمن الدوافع وحضرتها كمان وانا مدرب مع الالمان 95 2000 فايس لا كان هولمان وتسوبل هولمان نفس الكلام برضه كابتن حسن حمدي كان رئيس نادي وجه اتكلم معانا نفس الجمل اللي قالها كابتن صالح والكابتن محمود الخطيب في كل الاعداد اللي بينه وبين اللعيبه قبل لقاءات القمه بيقول نفس الشعار العب لعب نفس الرسائل اللي احنا متعودين عليها متورثين من رؤساء الانديه الجزئيه دي ولا عمرهم قال لك انا عايز 3 بونت ولا عمره قال لك انا عايز السوبر ولا عمره قال لك انا عايزك يعني تضرب تعمل التحامات تخرج عن النظام تعترض على الحكام كل الكلام ده ملوش اي طبعا. جانب من
دوافع رؤساء الانديه أكيد. في خلال هذه الفتره يعني. اكيد. طيب استاذ جمال، المباراه طبعا غايه في الاهميه. الاهلي انطلاقته كانت جيده على صعيد الافريقي وايضا على صعيد المحلي. بتقيمها ازاي والى اي مدى شايف الانطلاقه ممتازه او بشكل مقبول جدا بالنسبه للنادي الاهلي، خصوصا في ظل تواجد جهاز فني جديد بقياده كولر؟ لا طبعا انا شايف الانطلاقه جيده جدا يعني من ناحيه الارقام ومن ناحيه الاداء كمان ومن ناحيه شغل المدرب. باين جدا زي ما قلنا يمكن قبل كده من دقائق يعني انه مدرب فاهم هو بيعمل ايه. يعني بيدور كويس جوه فرقته عن مين الافضل وهو اللي بيلعب، ما بيختارش بناء على اسماء وبيختار بناء على الاداء داخل التمرين يعني. فطبعا انا شايف انه اداء كويس، انما الحاجه يمكن برضو قالها مستر كولر في المؤتمر الصحفي ان هو يعني عدم احراز النادي الاهلي لهدف تاني في مباراة أسوان لآخر ظهور للنادي الأهلي طمع أسوان في المباراة فبقوا خصم عنيد صح. فناخد من ده الماتش يعني ما قتلتش الماتش. أيوة ناخد من ده بقى نقطة مهمة جدا إنه أنا بصراحة كده الماتش اللي بيبقى 1-0 ده أنا بالنسبة لي ولا كأنك عملت حاجة يعني. ده من وجهة نظري. ليه؟ لأنك هتعيش لغاية الدقيقة 90 مدي الامل للفريق الثاني ان هو يتعادل معاك. بالظبط. وفي فرق كل املها في الحياه ان هي تتعادل. يعني اغلب الفرق اللي انت بتلعبها صح. ها ان هو كل فكرته ان هو يعني سوري يعني في التعبير ينكد عليك ياخد نقطتين وخلاص يعني مش فارق معاه هو ياخد نقطه يعني يكسب ولا ما يكسبش ان هو يخسرك نقطتين يعني بمعنى صح. فهي الفكره انه دي نقطه مهمه جدا. انا برضو يمكن من كام يوم كنت سامع كابتن ماهر في البيت الكبير كان هو كابتن عادل طعيمة مع كابتن اسلام الشاطر وكانوا بيتكلموا برضو في جزئيه المكاسب اللي اتحققت في الفريق اللي هي النهارده احنا مستقرين على الخطوط الدفاعيه كويس قوي. خط الوسط الهاف ديفندرز دول مستقرين عليهم. التغيير كله دلوقتي فين؟ الجزء الدمائي في الجزء الثلث الهجومي. بالظبط صح صح. انت قلت كده انا حافظ بالظبط. التغيير كله في التلت الهجومي. التلت الهجومي ده اللي هو من السنه اللي فاتت عامل لك مشكله. فانا بطالب وبكل قوه يعني انه يبقى فيه حماس اكتر من لعيبه الخط الهجومي وتسديد اكتر. مش لازم كل حاجه امير أكيد. انك توصل لغايه الجون لا لازم الشوط ده احد المهارات الاساسيه احد الحلول كمان احد المهارات الاساسيه طبعا. لازم الثلاثي اللي تحت راس الحربه ده يسدد من جميع الاتجاهات لان انت ممكن جدا تخلص ماتشات كتير بهذا صح. الشكل صح. والنبي كده توصيه يعني اشتغلوا كتير قوي في الاول عشان تريحونا صح. يعني اشتغلوا شويه زياده خلص بجونين وبعد كده ايه ريح شويه انما يبقى عندك فرصه لو الفريق الاخر جاب فيك جون يا كابتن ماهر تبقى 2-1 بالظبط ما يبقاش 1-1 بالظبط يعني صح. يعني يبقى يحصل يعني لك تريح نفسك في المباراه بشكل كويس اكتر من الهدف الثاني ده ويحصل لك الافاقه وانت كسبان الا لو الهدف الاوحد في المباراه هيكون في صالحك في الدقيقه 90 او بلس 90 ده احنا متعودين ده موضوع ثاني بقى يبقى حاجه مهمه ويا اخي انا اشوف رغم ان الهدف البلاس 90 ده بيبقى جميل انما مش بيريحنا انا انا كمشاهد والله وانا قاعد بتفرج لا حرق دم حلو وكل حاجه لما يجي طيب بس خليني هقطعك بس معلش يا استاذ جمال نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح من داخل الطائره اللي هتقل النادي الاهلي للامارات قبل دقيقه تقريبا من يعني التحرك. خلينا ناخد فاروق سريعا. يا فاروق اهلا بيك.
كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في هذه المباراه، ويعود مكللا ان شاء الله بالانتصار والفوز بكاس السوبر المصري باذن الله، لبطوله تضاف باذن الله الى دولاب بطولات النادي الاهلي. منذ الساعات الاولى وبالتحديد في الساعه 11:30 بدا توافد لاعبي النادي الاهلي، وطبعا بيتقدمهم الدكتور محمد شاوي رئيس بعثه فريق النادي الاهلي، وايضا الدعم اللي موجود من معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والمهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، الجهاز الفني، اللاعبين، الاحاديث، عارفين قيمه واهميه هذه المباراه. ان شاء الله هتستمر تغطيتنا وكواليس النادي الاهلي في ابو ظبي والامارات العربيه المتحده لمتابعه كافه امور فريق النادي الاهلي ان شاء الله، ونعود الى القاهره مكللين بالانتصار والفوز بكاس السوبر بمشيئه الله. دعوات كل جماهير النادي الاهلي، وباذن الله لعيبه النادي الاهلي تكون قادره ان شاء الله على العوده الى القاهره متوجين بكاس السوبر المصري باذن الله. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا، وان شاء الله توصلوا بالسلامه وترجعوا لنا كمان بالبطوله. نرجع للكابتن ماهر همام. كابتن ماهر، رتم الاهلي كان سريع شويه في مباراه الاسماعيلي، وكان الاداء جيد، وفي نفس الحال يعني الناس كانت متوقعه برضو ان الاداء يكون افضل في مباراه اسوان، بس ده ما حصلش، ممكن لاسباب مختلفه، التعديلات اللي حصلت في الخط الامامي، رؤيه من كولر. هاخد اجابه حضرتك، بس لازم نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نسمع اجابه الكابتن ماهر همام. السلام، اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين معاكم هذه التغطيه الهامه لكواليس رحله النادي الاهلي للامارات استعدادا لخوض مباراه السوبر يوم الجمعه امام نادي الزمالك. ان شاء الله الاهلي يكون موفق. كابتن ماهر، سالتك قبل الفاصل على اسباب تغير رتم النادي الاهلي في مباراه الاسماعيلي عن مباراه اسوان، ويمكن مباراه اسوان كان اكتر حاجه كل الناس لاحظتها هو الميس باسس الكتيره بالنسبه للفريق في نص الملعب. يعني هو الريتم، الثقة بدأت من الاتحاد المسيري، يعني بداية انطلاقة النادي الأهلي كانت كل الناس مستنية، عايزة تشوف النادي الأهلي، وحشها النادي الأهلي وحشها أداء النادي الأهلي اللي بيمتع وبيميز عن أي فرقة. فبداية الاتحاد المسيري أمير ادت ثقة، ما كسبنا الماتش الأولاني في تونس، وبعدين العودة بثلاث أهداف في الماتش الثاني، ثم بداية الملف بقى اللي هو المحب بالنسبة لنا، الدوري العام، تكسب الإسماعيلي، فرقة من الفرق طبعا المصنفة، الإسماعيلي فريق قوي، طعم بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت، عمل ماتش حلو صح قوي، مدرب ولعيبة عكس ماتشه مع المحلة صراحة. يعني تكسب مباراة الإسماعيلي اديتك برضك ثقة أكتر، المكسب بيجيب مكسب أكيد. مباراة أسوان احنا لحد فترة الربع ساعة الأولى يمكن كنا يعني انتشرنا واستحوذنا وأدائنا بشكل كبير، زي ما كابتن جمال قال هدف واحد مش كافي، يعني ما قدرناش برضك بلغه الكوره انك انت تقتل المباراه زي ما انت قلت امير، احنا نجيب الهدف الثاني صح. ادت ثقه طبعا لاسوان انه بدا يستحوذ الشوط الثاني، وبدا ينقل، وبدا يعمل حاجات علينا مرتدات فيها خطوره بشكل كبير. لكن طبعا خبره لعبتنا افضل طول عمرنا، عندنا الشناوي، عندنا عبد المنعم خط الظهر، نص الملعب اذا كان ديانج او فتحي او السلية، فقدرنا يعني نخرج نحتفظ بالمكسب. اداء الاهلي في ماتش اسوان مقياس قبل مباراه القمه؟ لا مش خالص خالص، مباراه القمه طول عمرها ملهاش مقياس، اهلي احسن زمالك اوحش تبقى قلقان، العكس زمالك احسن اهلي اقل تبقى قلقان، ملهاش اي مقياس امير. انا في رايي مقياسنا احنا في المباراه دي الدوافع وروح الفنيله الحمراء والدوافع القتاليه للعيبه النادي الاهلي، اول ما يبقى في قلب ويبان من اول صفاره الحكم، اول كوره انت بتشارك فيها بتاخدها بتستحوذ، تاكد ان بتدي لك الثقه طبعا، بتبدا الثقه بقى واحده واحده، بتجيب جول الثقه بتزيد، بتحافظ على الجول، بتحاول تجيب جول تاني، بتفرق معانا بشكل كبير جدا. فاول حاجه بنطلبها من لعبتنا، وانا جربت القمه دي اكتر من 12 سنه، اكتر من 24 مباراه. نادي الزمالك بيعمل حساب كبير جدا للنادي الاهلي، نادي الزمالك مهما كان النادي الاهلي في حالته كويسه او حالته متوسطه، هو بيعمل حساب كبير جدا للنادي الاهلي، عارف النادي الاهلي نادي قوي وعنده خبرات وبيعرف يتعامل مع مباريات القمه دي بحرفيه، والنهارده عندنا الحمد لله هيد كوتش على اعلى مستوى، اكيد هيبقى عنده حاجات هيفاجئ بيها، يباخد بيها نادي الزمالك في هذه المباراه. فنتمنى رقم واحد حته الروح القتاليه عاليه، رقم اثنين ازاي ندافع يا كابتن جمال صح يا امير، مهم قوي طبعا، ان انا تحت الكوره 30 يارده خطوتي الثلاثه قريبه من بعض، والراجل دي عملها في الاربع ماتشات، الراجل عملها بشكل كبير جدا، بتامنك، ولما بتدافع صح وبتستحوذ
عندنا الباصات اللي احنا متعودين عليها بقى اللي هي تسليم في الرجل باص واثنين وثلاثه لحد ما تبلغ ثغره بتبدا تخش منها صح. بتقدر تسجل منها هدف. طيب استاذ جمال على الصعيد الصحفي بالتحديد وازاي بيتم تغطيه هذه المباراه من قبل زمن السوشيال ميديا مباراه الاهلي والزمالك ودايما بيبقى في عدد خاص من كل جريده هل الموضوع ده لسه مستمر لحد دلوقتي؟ طبعا في الجرايد الورقيه الموضوع ما بيتغيرش نفس النظام وكنا بنوزع فرق عمل يعني كل واحد فينا زي المدير الفني كده بيكلف كل فرد عنده بالمهام بتاعته يعني انت هتراقب كابتن فلان انت هتراقب فلان انت رقابة لصيقة مع فلان لدرجة انه ممكن يبقى ضمن فريق العمل حد هيعمل مقارنة مثلا بين اداء حارسي المرمى اداء الحكام اداء بالارقام وكلام من بالارقام وهكذا. فطبعا لانه انا بعتبر ان هي مباراه الاهلي والزمالك مش انا اللي بعتبر المجتمع كله بيعتبرها عيد للكره المصريه صح. فعلا الناس كلها بتبقى مستنيه ايا كان بقى انتهى بنتيجه ايه لكن هو كلقاء هو لقاء كل الناس بتبقى مبسوطه بيه طبعا الفائز بيبقى مبسوط اكتر ده وضع طبيعي يعني لكن اجمالا الناس كلها مترقباه ومنتظراه طبعا بقى السوشيال ميديا دلوقتي في ناس بتعمل بس قبل ما نروح السوشيال ميديا هسألك سؤال يمكن خبيث شويه لا يا بيه اتفضل لما الاهلي كان بيكسب كانت الاعداد او المبيعات بتبقى اكتر ولا الزمالك لما كان بيكسب مثلا عشان برضو ما ندخلش في مواجهات مع حد الواقع بيقول وارقام التوزيع بتقول انه الاهلي لما بيكسب الارقام بتزيد ده دي حقيقه توزيعيه ملهاش علاقه وفي احيانا لما الزمالك بيكسب بيبيع اكتر ليه لانه مثلا بيكون الاهلي لفتره هو اللي مسيطر على مباريات القمه هو اللي بيكسب على طول فجمهور الزمالك بيبقى متشوق ومتعطش ان هو يحتفظ لانه في ناس بيعملوا ايه في ناس بياخدوا مانشيتات الصحف واحد عنده محل مثلا ويعلقها بقى عشان الجيران اللي قدامه سواء كنت بعمل كده وانا صغير بيبيع ايوه سواء اهلاوي او زملكاوي يعني بيبقى هو معتز بالصوره دي لكن نخش برضو على السوشيال ميديا انا في ناس اعرفهم شخصيا بيبقى يعني هبقول لك على اسمائهم تتابعهم يعني بيتابع المباراه ثانيه بثانيه يعني يا عم انت نزل فلان يا عم لا ده مش نافع طلعه ايوه صح كل ثانيه يكتب بوست واخد بالك واحد يعني حبيبي يعني لا ده مش واحد ده كتير كتير لا بيبقوا قاعدين عارف السوشيال ميديا برضو والفيسبوك وكده ادى فرصه اكتر للمشاركه الشعبيه لحظه بلحظه الناس زمان كانت بتستنى الجرايد هتقول ايه صح او الاذاعه او التلفزيون التحليل يعني. لكن النهارده القارئ العادي والمشاهد العادي هو بيشارك معانا صح واخد بالك بيقول رايه هو بيقول رايه وبيقول رايه ساعات الراي بيبقى فعلا في مكانه عندهم بقى من الخبرات دلوقتي طبعا بالظبط لا والراي بقى مؤثر والراي بقى مؤثر انا بقى كراجل بشتغل يعني متخصص في هذا المجال انا ببسط جدا وبستفيد جدا من هذه التعليقات يعني لدرجه ان انا كتير باخد منهم وبقول ان انا ده قريته على الفيسبوك لانه فعلا ساعات بتبقى في حاجات بتتقال صح زوايا ثانيه زوايا ثانيه وزوايا ممكن نكون انا ما فكرتش فيها قوي فمش عيب يعني لازم يبقى في تكامل يعني تمام بيننا وبين السوشيال دي جزئيه مهمه جدا طيب كابتن ماهر عايز اسالك بالتحديد عن غيابات في هذه المباراه الاهلي بيغيب عنه اليو ديانج هو ده يمكن الغياب الوحيد وان شاء الله باذن الله لحد ما عاد المباراه ما يبقاش في غيابات ثانيه والزمالك بيغيب عنه الونش وابراهيم هنضاي الى اي مدى بتشوف تاثر الاهلي والزمالك بالغيابات اللي ممكن تكون موجوده في صفوفهم بالاسماء اللي انا قلتها لحضرتك يعني عارف يا امير احنا متشابهين بشكل كبير جدا معاهم في بعض الخطوط
لكن طبعا انت الغيابات اللي اتكلمت عنها، ديانج بيمثل لنا قوه ضاربه في نص الملعب بشكل كبير بصراحه، طبعًا يعني طبعًا من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه. بالظبط كابتن جمال كان بيتكلم على التصويبات وبيشق الطريق هو كده، وبيعرف يطولي كمان تقيله، بتلاقيه فجاه بقى في نص الملعب. ابراهيم سعيد زمان على فكره كان بيعمل الحركه دي دايما، هو مدافع اللي هو بياخد الكره ويمشي ويطارق بطريقه جميله جدا. وبعدين عنده الباصات، اذا كانت العرضيه انواع الباصات بقى الطوليه العرضيه في خلق مساحه، التصويبات اللي من خارج ال 18 كمان بيلعب البوكس للبوكس، ودي كره حديثه بصراحه يعني بتحسب له بشكل كبير. حتى الراجل كمان يعني من ضمن الحاجات اللي اعجب بيها قال لك ديانج يعني فعلا لاعب من العناصر الوحيده او القليله جدا اللي شاركت بصفه اساسيه في الاربع ماتشات لحد دلوقتي هو ديانج. بالظبط بالظبط، طبعا هو مستواه ثابت طبعا هيفرق معانا بشكل كبير جدا، لكن هيأثر هيأثر، لكن ربنا حابينا باتنين كمان انا اشوفهم عمالقه يعني صراحه، السولية وحمدي فتحي. وحمدي فتحي كمان الحمد لله عائد يعني انا رغم اهميه ديانج انما بحس ان الثلاثه قريبين جدا من بعض، كلهم يقدروا يعني يعني في اوقات هتحتاجهم الثلاثه كلهم طبعا طبعا في مباراه بالشكل ده يعني. طب كابتن ماهر يعني برضو من وجهه نظر فنيه او وجهه نظر حضرتك بالتحديد، هل الافضل ان كولر يشرك عادي سولية وحمدي فتحي جنب بعض في هذه المباراه، ولا البعض ممكن يقول لك طب ما نحط اكرم توفيق عنده بعض السمات بتاعه ديانج في نص الملعب ويبقى يلعب كريم فؤاد ومحمد هاني كباك رايت؟ هل بتفضل وجهه النظر دي ولا شايف ان يبقى الموضوع عادي جدا اثنين بكفاءه عاليه ديانج او عفوا حمدي فتحي والسولية؟ لا انا شايف انا مؤمن بالتثبيت يعني انت عندك خط الظهر انت ثبت مهم التثبيت ده يا امير عشان بيدي لك الفاعليه بيديك الجانب الخططي بيديك الامان التجانس فانت النهارده لما بتثبت الاربعه اللي ورا خصوصا اكرم عوده حميمه وعوده يعني احنا كنا طبعا مميزه ما شاء الله من زمان بصراحه وبعدين كمان انت الحته اللي ورا دي من بدك نادي الزمالك عنده الجانب الهجومي او جانب الاطراف عنده حيويه وعنده نشاط وعنده اختراقات فانت عايز حد مسمار يقفل لك الحته دي ومعلول الناحيه الثانيه يقفل لك الحته دي وكمان ربنا لما بيديهم بيقدروا ينطلقوا ويساعدوا في الجانب الهجومي بيقدروا يعملوا لنا كروسات عرضيه معلول مؤثر بشكل كبير جدا كروساته مؤثره بشكل كبير اقرب نفس الكلام سولية وحمدي فتحي ثقته الحمد لله عادت له مره ثانيه بعد الراحه طبعا اللي خدها الهدفين اللي جابهم دول ثقه اكتر السولية بيجي يعني السولية من مباراه لمباراه يعني الراجل قادم يعني. شغال الراجل بيفكر صح شايف ان السولية محتاج انه يلعب شوط فبيديله شوط الراجل بيقاري امكانيات اللعيبه خلال الفتره اللي فاتت احنا عندنا حراسه المرمى الشناوي الحمد لله اربع مين عندنا خط الظهر الرباعي كمان يمكن بس يمكن عبد المنعم موضوع الكدمه دي انا بتقلقني ليه؟ لان كل العاب الهوا انت بتستعمل فيها بس هو لعيب راجل ما بيفكرش في الحته دي بالمناسبه يعني انا شايف حاطط بلاستر وان شاء الله باذن الله ما يبقاش في مشكله ان شاء الله متولي والراجل فكر جميل جدا لان الراجل برضك قال من خلال استراتيجيته في اللعب ومن اداؤه ان هو محتاج حد من تحت يكون بلي ميكر حد من تحت يبتدي الهجمه مش حبدا انا هاي اللقطه بتاعت محمد عبد المنعم جبناها انا برضك يعني نشكر طبعا زميلنا فقلقت فقلت ربنا يعني ان شاء الله باذن الله يعني يعافيه ويكون سليم باذن الله انا تواصلت يعني. بالمناسبه مع محمد عبد المنعم امبارح اطمن عليه طمني بشكل كبير جدا قال لي هو موجود في هو قال لي هو موجود في مباراه السوبر عادي بس ربما بعد المباراه ان يكون في اتجاه للجراحه مره اخرى في الانف بس ما تعرقلوش عن اللعب لا مفيش عرق يلعب مباراه السوبر مش عايز العب وانا يا امير في حاجه الان خصوصا الحته دي ده كلام الحته دي الحته دي عايزه واحد مصحصح واحد يكون اكيد طيب خلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل نستمر لسه مستمرين مع حضراتكم في تغطية مهمة جدا لكواليس سفر بعثة الأهلي لمدينة العين بالإمارات استعدادا لمباراة السوبر يوم الجمعة إن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة ودايما الأعصاب كده بتتشد كل يوم عن التاني قبل الانطلاق هذا اللقاء يا أستاذ جمال صح؟ طبعا طبعا هي المباراة أصلا من ضمن الأشياء المهمة جدا فيها الأعصاب طبعا يعني مدى قدرة لاعبي أي فريق أهلي أو زمالك ان هو يتمسك باعصابه وبهدوءه وثقته
دي مهمه جدا طبعا. يعني ما هو ده الجمهور يتشد عادي مفيش مشكله، المهم اللعيب نفسه يكون هادي. اصل الجمهور قاعد يتشد مش عادي. مشكله مش هيلعب حتى لو جاله شد عضلي الجمهور لكن اللعيب لازم يبقى هادي. اللعيب لا، ما هو باعتبار طبعا ان هو جوه الحدث اكيد ان اكشن، يعني هو حر، هو بيعرف يعمل ايه، وكل لاعب برضه له طقوسه، وكل لاعب له نظامه وعندهم خبرات، مش اول مباراه قمه يعني. وبالتالي مهم جدا جدا الاحتفاظ بالهدوء ده، الهدوء اللي هو معاه كمان حماس، يعني تخيل هدوء لكن في اللعب بقى حماس وشراسه في الملعب، اللي هي انت داخل على كل لعبه مش يعني عايز اقول ايه، عارف لعبة كريم فؤاد دي؟ انا واخدها مثل، انت مش معنى ان الكره خلاص هتطلع انت سبتها، صح؟ لا، انت وراها، لازم تقاتل على كل لعبه، حياها بالظبط، حياها مره اخرى، فانت لازم تعمل كده على طول في كل الفرص اللي تجيلك، اكيد. واستغلال انصاف الفرص برضو مهم جدا. بص يا كابتن جمال، كابتن امير، الطياره، بص على وجوه مجلس اداره النادي الاهلي، اللعيبه، واخد بالك، شوف التركيز، انا عاجبني قوي طبعا المشهد ده بصراحه، طبعا. يعني الاستاذ عمرو الفاروق، محمد شوقي، خالد مرتجي، بص التركيز من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي مركزين طبعا، واخد بالك، في جو المباراه. شوف اللعيبه، يعني احنا اللقطات بتيجي على اللعيبه ما شاء الله، يعني كل اللعيبه تركيزها واعدادها الذهني المباراه اكيد هو اهم حاجه. على فكره الاعداد الذهني والنفسي مهم قوي، والنفسي كمان طبعا. الماتشات دي الماتشات دي ماتشات نفسيه اكتر منها فنيه، دي وجهه نظري يعني. لكن في كل الاحوال عايز اسالك كابتن ماهر عن امر غايه في الاهميه، وهو بخصوص اتكلمنا عن الاصابات طبعا بتاعه النادي الاهلي، لكن في المقابل في اصابتين في نادي الزمالك، الونش اصابه اكيد مؤثره بشكل او باخر، واصابه ابراهيم انداي وافد النادي الزمالك الجديد. بتشوف يعني الى اي مدى ممكن يتاثر نادي الزمالك بالغياب بتاع الثنائي في هذه المباراه؟ يعني الونش طبعا ظهر في السنوات اللي فاتت دي مع منتخب مصر بصراحه ونادي الزمالك بحاله جيده جدا، من المساكين المميزين بصراحه، موسم قوي جدا اداه بشكل كبير، بقى راجل اساسي في نادي الزمالك ومنتخب مصر، هيفرق طبعا مع نادي الزمالك. زي احنا بنتكلم على يانجي بيفرق معانا في نص الملعب، اكيد طبعا الونش هيفرق معاهم في حته خط الظهر، لان برضك هم عندهم ما عندهمش الخبرات اللي موجوده. حسام اللاعب المنتخب الاولمبي ما عندوش الخبره بتاعه مباراه، بس لعيب مميز، لعيب مميز، ما عندوش خبرات مباراه الاهلي والزمالك لسه. سيناري وفد الجديد برضك ما عندوش الخبرات، مصطفى الزناري ما اندمجش برضك مع الخط، عندهم مشكله برضك في حته الثبات في الثلاثة اللي ورا اللي بيلعبوا، أو الأربعة اللي بيلعبوا ما عندهمش. هيلعب ثلاثة ولا أربعة كابتن؟ هيلعب ثلاثة. هيلعب ثلاثة أربعة ثلاثة. خصوصا بعد غياب الونش. هو بيعتمد على المسوسي بيدخله مساك وحسام وعبد الغني. صح. الثلاثة دول هما اللي موجودين أطراف الملعب. ساعات بيبدأ بنيمار. سيد عبد الله نيمار. سيد عبد الله. ناحية تانية فتوح ما فيهاش نقاش. أكيد مليون في المية. وزي ما احنا قلنا عاشور و عندهم رؤى في نص الملعب، او الراجل المغربي ده زكريا الوردي. الوردي هو امام عاشور اهم لعيب بصراحه عندهم بالنسبه له. وبعدين طبعا هو عنده قوه ضاربه بالنسبه له، في ثبات برضك في الجانب الهجومي بالنسبه لسيف الجزيري وبالنسبه لزيزو طبعا. ويعني الطرف الثالث حسب ما هيشوف هو ممكن يبدا بيه. طيب كلمة أخيرة يا أستاذ جمال قبل هذا اللقاء اللي هيكون يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله، والرسالة اللي أنت حابب توجهها لكولر واللاعبين. الرسالة اللي أنا بوجهها لكولر واللاعبين إن التسعين دقيقة دول الوقت الأصلي والمباراة بشكل عام فرصة لإعادة التوازن مرة أخرى. صح. أو استعادة التوازن مرة أخرى. وبداية لموسم مليء بالبطولات مطلوبه برضو من لعيبه النادي الاهلي. فالمهم ان تبداوا اليوم في المباراه مباراه السوبر، وبعد كده يبقى في كلام تاني. اكيد ان شاء الله الاهلي يكون موفق. كلمه اخيره كابتن ماهر. ان شاء الله. يعني تمنيت التوفيق للنادي الاهلي وللعيبه، وانا بقول لهم انتوا بتحبوا المباريات دي. صح. مباراه الاهلي والزمالك مباراه جميله جدا، الملايين بيتفرجوا عليها. ان شاء الله زي ما قلنا روح الفانيلا الحمراء وادائكم
وانا عارف المباريات اللي بالشكل ده بتبان معدن وشخصيه هؤلاء اللاعبين. فان شاء الله باذن الله يكون عند حسن ظننا، وان شاء الله باذن الله نرجع واحنا كسبانين السوبر باذن الله. باذن الله واحد احد. كابتن ماهر بشكرك شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ جمال، بشكرك شكرا جزيلا، شكرا ونورتنا. طبعا كانوا ضيوفنا الاعزاء في هذه التغطيه الخاصه الكابتن الكبير كابتن ماهر همام، وايضا الاستاذ الكبير الاستاذ جمال الزهيري. ان شاء الله انتظرونا كمان، وهيكون في تغطيه اخرى لوصول بعثه النادي الاهلي لمدينه العين، سواء لابو ظبي الاول قبل الرحله اللي هتكون لمده ساعه ونص تقريبا لمدينه العين، واكيد هننقل لحضراتكم كل تفصيله كبيره وصغيره وكل الكواليس اللي بتتعلق بالفريق في هذه الرحله الهامه اللي ان شاء الله باذن الله يرجع من خلالها الاهلي متوجا ببطوله السوبر المصري، وان شاء الله باذن الله تكون يعني استكمال الانطلاقه المميزه بالنسبه لكولر مع الفريق في هذا الموسم. دي كانت تغطيتنا النهارده، استنونا في تغطيات أخرى جديدة من خلال شاشة قناة النادي الأهلي زي ما أنتم متعودين دايما. إلى اللقاء.